أهلا بكم. نشرت 13 دولة بيانا مشتركا تنتقد فيها الصين ومنظمة الصحة العالمية. يأتي ذلك بعدما أصدرت الصحة العالمية دراسة بشأن فرضيات مصدر انتشار فيروس كورونا، وردت الصين على البيان معتبرة أن هناك حملة تشهير ضدها. أصول فيروس كورونا لا تزال تحير العلماء والخبراء في العالم، خاصة بعد صدور تقرير لمنظمة الصحة العالمية بشأن انتشار الفيروس تطرق فقط إلى الفرضيات المحتملة، أمر دفع بصدور بيانات تنتقد منظمة الصحة وتندد بعدم تعاون الصين معها. نشرت 13 دولة منها الولايات المتحدة وبريطانيا وكوريا الجنوبية وغيرها بياناً مشتركاً تشدد فيه على ضرورة إجراء تحليل شفاف بشأن مصدر الجائحة. ليس ذلك فحسب، بل أعربت الدول عن قلقها إزاء تأخر خبراء المنظمة في الحصول على البيانات والعينات الكاملة بشأن الفيروس من الصين. أما المتحدثة باسم البيت الأبيض فاعتبرت أن تقرير منظمة الصحة لا يراعي أبداً تأثير الجائحة على المجتمع الدولي. كما ذكرت، يفتقد التقرير البيانات الحيوية ومن الصعب الوصول إليها. التقرير غير شفاف ولا نعتقد أنه يراعي تأثير الأزمة على المجتمع الدولي. وفي وجه الانتقادات الأمريكية لم تتردد الصين في الرد. لن تقبل الصين أبداً اتهامات الولايات المتحدة التي لا أساس لها وحملات التشهير العشوائية بشأن الجائحة. من جانب منظمة الصحة وللمرة الأولى أدلى مديرها العام بتصريحات قد يعتبرها البعض انتقادات للصين، وأشار إلى أن جميع الفرضيات لا تزال مطروحة لمعرفة مصدر انتشار الفيروس وحيثياته، وتكلم عن مدى أهمية إبرام اتفاقية صحية للتوصل إلى الحقيقة. توجد مشكلة حقيقية من حيث مشاركة المعلومات والبيانات وحتى العامل المسبب للمرض، وأنا متأكد من أن الاتفاقية ستسعى لحل ذلك. فكرة عدم التوصل لمعرفة مصدر الفيروس تقلق الجميع، خاصة مع الخوف من تفشي فيروسات مماثلة في المستقبل بدون معرفة كيفية التصدي إليها. معنا من نيويورك الصحفية كالي تورنس. أهلا بك سيدة كالي، كيف تقرأين هذا التقرير لمنظمة الصحة العالمية حول فيروس كورونا؟ هل فعلا توافقين على أنه يفتقد للبيانات المطلوبة؟ نعم كريستيان، أتفق أنه يفتقد إلى كل المعلومات، وأيضا التقرير الذي وقعته أو البيان الذي وقعته الولايات المتحدة الأمريكية و 12 دولة أخرى هو يثبت ذلك. هناك الكثير من الأشياء غير معروفة، وواضح أن هذا التقرير لا يخبرنا الكثير من الأشياء التي نود معرفتها. نعرف أن العلماء لم يكن لديهم الوصول إلى البيانات الحيوية التي يحتاجوها من أجل أن يقرروا ما الذي حصل. وعندما كان هناك وفد من المنظمة للصحة العالمية فإنه قدم لهم بعض البيانات غير ذات الصلة بما احتاجوه، وأعطوهم بعض المختصرات وبعض المعلومات الجزئية. ولذلك هذا ليس مفاجئا، لأن هذه هي الطريقة التي تتعامل بها الصين. هي دولة غير شفافة، واضح منذ البداية أنهم أخفوا مصدر وأصل الجائحة وكيفية تعاملهم في الأيام الأولى مع جائحة كورونا. وأيضا دكتور تيدروس الذي فاجأنا بمساءلة بعض المحتويات للتقرير الخاص بالصين، هو كان يعتبر داعما للصين في السابق ويدافع عنها، أما الآن فهو يقول إن هناك بعض المعلومات التي عليها علامات استفهام. والدكتور تيدروس قال إنه غير قادر الآن على القول إن هناك أصل واضح للفيروس، وقال إن هناك مجرد فرضيات، ولذلك هذا يعني الكثير. لماذا برأيكم يعني منظمة الصحة العالمية وكأنها تتواطأ مع الصين من خلال يعني غض الطرف عن عدم إعطائها للبيانات الصحيحة وعدم يعني إمكانية الخبراء والأطباء الدوليون من الدخول إليها والتحقق مما يريدون؟
من المحبط جدا أن يحدث هذا لمدة، ليست هذه هي المرة الأولى التي تحدث فيها هذه الوقائع. الصين دأبت على ممارسة نفوذ على المنظمات الدولية، وكانت تحاول أن تجعل قادة بعض المنظمات الدولية بما فيها منظمة الصحة العالمية بالقول إنها شريكة لهم وأنها ستساعدهم، ولكنها كانت دائما غير شفافة مع هذه المنظمات، وهذا يتبين بجلاء الآن مع منظمة الصحة العالمية. كان هناك تقارير من أشوشيتد بريس ونيويورك تايمز أيضا أظهرت أن تحقيقات بينت أن منظمة الصحة العالمية تواطأت مع الصين وساعدتها على إخفاء تلك المعلومات. والصين كانت تعرف منذ البداية أن كورونا يمكن أن ينتشر من شخص آخر، وكذبت حول هذا الأمر، ومنظمة الصحة العالمية لم تتفوه بانتشاف حول هذا الموضوع، ولذلك هذه مشكلة حقيقية. الصين تعرف أن هذه المنظمات الدولية يمكن أن تساعدها بطريقة غير مباشرة، وبالتالي فإنها تعمل خلف الكواليس لمواصلة نفوذها في هذه المنظمات. بما أن عملية الصين نجحت في كذا مرة، فإنها ستواصل هذه المنهجية. والآن أمريكا لن تتمكن من معرفة ما الذي حدث، وخصوصا الآن أمريكا لديها نفوذ أقل في منظمة الصحة العالمية. طيب الآن ما يعني ماذا يمكن فعله لمواجهة الصين بهذا الموضوع؟ يعني هل يمكن للدول المتضررة، هل يمكن للأمم المتحدة أن تقوم بأي إجراء تجبر الصين على التعاون مع هذه التحقيقات؟ هذا سؤال صعب كريستيان. رأينا الملايين من الأشخاص حول العالم الذين قضوا بسبب هذه الجائحة، والكثير من الخبراء الذين أتفق معهم قالوا إن هذا ما كان ليحصل لو كانت الصين شفافة وصادقة منذ البداية. هي لم تقر بأن الفيروس قابل للانتشار من إنسان إلى إنسان آخر، وقللت من خطورته في البداية، وأخفت الكثير من الأشياء التي وقعت. نعرف أنه كان هناك دكاترة صينيين بلغوا عما حدث واختفوا بعد ذلك. هناك صحفيون آخرون من الصين أيضا اختفوا بعد تلك البلاغات التي قدموها للعالم. لذلك ما الذي يمكن أن نفعله؟ هذا سؤال كبير. العالم عليه أن يتعامل بصرامة أكثر مع الصين، ليبين لها أنها لا يمكن أن تنأى من المساءلة بسبب ما فعلته، وهي يجب أن تحمل المسؤولية لما تسببت فيه في العالم. هناك دول اقتصادية كبرى تضررت، الاتحاد الأوروبي تضرر، والاتحاد الأوروبي إلى الآن ما زال يناضل من أجل مواجهة كورونا. وهناك أيضا تقارير من الاتحاد الأوروبي تفيد بأن الصين كانت أقل شفافية، ومن الصعب أن نعرف كيف نجبر الصين على التحلي بشفافية أكبر. أعتقد أنه يجب معاقبة الصين، وإلا فإن الصين ستواصل فعل هذا في جوائح أخرى قد تحدث في العالم، لأن معرفة مصدر هذا الفيروس مهم جدا لنستفيد الدروس. هل تعتقدي بأن الأمم المتحدة يمكن أن تمارس ضغطا وتصوب سوء أداء منظمة الصحة العالمية؟ الأمم المتحدة في الواقع في موقع صعب، لأنها يمكن أن تقنع الدول العضوة لديها بأن تقوم بشيء صائب، وليس لها قوة إجبارية على هذه الأعضاء، ولذلك هي قد تقوم بمحاولة إقناع روسيا والصين بفعل أشياء والتحلي بشفافية أكبر. ومع ذلك يجب أن تبذل الأمم المتحدة جهودا أكبر. السؤال هو هل ستفعل الأمم المتحدة ذلك، لأنه نعرف أن الصين عضوة دائمة في مجلس الأمن، ولذلك من الصعب جعل الصين تتحمل المسؤولية وتعاقب. لكن جيد أن نلفت نظر العالم حول ما تفعله الصين، وأكبر عقوبة للصين قد تكون اقتصادية في رأيي. هم يجنون الكثير من الأموال في المبيعات لكل دول العالم، ربما على الأمم المتحدة أن تقول للدول أن تراجع سياستها في الاستيراد.
شكرا جزيلا لك الصحفية كالي تورنس، حدثنا مباشرة من نيويورك.